أياد وأقدام مكبلة بالحديد، لكل واحد قراءته الخاصة، كلها تؤول لمفاهيم الحرية. وهنا حرية الفنان وليد سريباش تكمن في إبداعاته. يطوع كل قطعة معدنية قد يعتبرها الآخرون مجرد خردة، أما بالنسبة له فهي كنز لا يقدر بثمن. هما الناس اللي راهم يشوفوا في الحوايج هذو اللي طيشوا فيهم، أنا بالنسبة لي هذاك هو الكنز، هذاك هو المادة الأولية. ديفواني نمشي في الطريق نلقى حاجة تاع حديد نهزها نخبيها في الجيب، هذه هي. ثم الحوايج هذو حاب نقول باللي ماشي كلشي طيش، نقدروا نريكيبيريو حوايج نخدموا بهم على الأقل تحف فنية، ماشي شرط. قال هذا مثلا مورتيسور تاع طونوبيل ما يخدمش نطيشوه، نقدروا نخرجوا به حاجة باهية. مهنة الحدادة ألهمته في تطوير موهبته. في الأعمال الفنية تقريبا نستعمل قطع غيار تاع السيارات وتاع الشاحنات كيما نقولوا احنا اللي مستعملة ديجا ما يحتاجوهاش الناس، المغارف والفراشط وكذا، هذا الحوايج كامل نلمهم انا اللي يكونوا في الدومين تاعي في الحديد، ومن بعد نجي نبدع بهم في حوايج. حلم وليد بسيط، يرغب أن تجوب أعماله معارضا وطنية ودولية يخلد بها اسمه. حلم حياتي أنه في كل مكان في العالم تكون عندي حاجة نخليها، باسكو أنا مانيش راح نقعد عايش. مهم الحاجة هذيك كي نبيعها في أي بلاد، والله في بلادي هنا نخلي بها اسمي. أنا درت العروض هذه الفنية تاع الأعمال تاوعي، فالناس اللي معنيين بالأمر يشوفوا باللي عندنا منتوج نقدروا ننافسوا به في المعارض الدولية أولا، والمنتوج تاعنا نقدروا ثاني نحطوه هنا في اللي جاردان في اللي رون بوان بلا ما نجيبوا حاجة تاع الامبورتاسيون. بهذه الطريقة يعبر وليد عن أفكاره المجسدة في واقع الجمال، يعطي درسا في الفن مفاده اجعل من كل خردة تحفة فنية.